علي جرى علي جرى أغنية أداها عشرات المطربين والمغنيين، ولا تزال حتى اليوم تمثل تحدياً صوتياً أمام نجوم الفن. هذه الأغنية هي المطربة التونسية الراحلة عليا التونسية، صاحبة الصوت المميز والتي أبدعت في تقديم عشرة الأغاني بلهجتها التونسية وباللهجة المصرية أيضاً. كتب كلمات علي جرى الشاعر المصري الراحل محسن الخياط، ولحنها الملحن حلمي بكر الذي ارتبط بزواج مع عليا قبل أن ينفصلا. بدأت عليا مسيرتها في بلدها تونس في 14 من عمرها، واسمها الحقيقي بيا الرحال، وعرفت في بدايتها باسم فتاة المنار أيضاً. عندما زارت أم كلثوم تونس استمعت إلى صوت الفتاة الصاعدة وأبدت إعجابها به وشجعتها على القدوم إلى مصر. هناك حققت نجاحات كبيرة وحضوراً عربياً، وتعاونت مع أسماء كبيرة في عالم التلحين والشعر. متغربي لأحلام متغربي تجري السنين وأحلام وإذا كانت علي جرى باقية منذ نصف قرن، ففي سجل عليا أيضاً أغاني وطنية خالدة، منها أغنية بني وطني. لأنتم حماة العين أباد، نشأتم لدى الموت حق الحياة مداً ومدى، وكنتم تريدون سبل النجاة ورسل الهدى. كتب كلماتها الشاعر عبد المجيد بن جدو، ولحنها الشاذلي أنور. هذه الأغنية توثق لمعركة الجلاء التي خاضها التونسيون لإخراج قوات الاحتلال الفرنسي من بنزرت في ستينيات القرن الماضي. توفيت عليا عام 1990 بعد مسيرة حافلة قدمت خلالها أكثر من 200 أغنية، وحفرت اسمها بين كبار الفنانين في تونس والعالم العربي. كنت حبي يا حبيبي يا حبيبي دمي، رددنا الغنوة الحلوة